بالنسبة لشابتر 2 اللي هو محصلة منظومة القوى Resultant of Forces System. بالبداية راح نبدي نعرف القوة وشلون نمثل هاي القوة. احنا بشابتر 1 حكينا على القوة شوية، وإذا تتذكرون قلنا القوة هي تأثير جسم على جسم آخر، بحيث هذا التأثير يحاول يغير من وضع الجسم اللي تشتغل عليه القوة، وضع الجسم الحركي اللي تشتغل عليه القوة. طبعا القوة دائما احنا نرمز لها بسهم، نعبر عن هاي القوة بسهم. ولما نجي نعرف هاي القوة دائما، مثلا نقول الفورس F، الF تساوي، نريد نعرف هاي القوة نعرفها من خلال قيمة، فنقول الF تساوي 10. بعد أكو وحدة للقوة اللي هي دائما النيوتن والكيلو نيوتن، فنقول الF تساوي 10 نيوتن أو 15 كيلو نيوتن. هذا بالنسبة لتعريف القوة كقيمة. القوة طبعا دائما هي كمية متجهة، فأيضا من نجي نعرف القوة F مثلا F أو P أو R أي تسمية، نقول مثلا 10 نيوتن to the right، أما نخلي سهم متجه لليمين أو نكتب كتابة to the right، أو نقول 15 كيلو نيوتن downward للأسفل، فأما نكتب downward أو نخلي سهم للأسفل يم القيمة. إذن جاي نعرفها من خلال رقم، وحدة واتجاه، 10 نيوتن upward مثلا الرقم هو 10 والوحدة هي النيوتن، والاتجاه لما نخلي سهم للأعلى مثلا أو نكتب upward. أيضا من نجي نمثل هاي القوة على الورقة، نمثلها شلون؟ نمثلها من خلال سهم. هذا السهم الرأس مالته يمثل اتجاه القوة. هنا هسه شنو قايلين احنا؟ sense of direction، يعني الاتجاه، اتجاه القوة. فإذا عندي سهم الرأس مالته يمثل اتجاه القوة. اتجاه القوة شلون نعرفه؟ نعرفها من خلال اتجاه السهم ومن خلال الميل. الميل شنو؟ هو الزاوية اللي يصنعها القوة، تصنعها القوة ويا الاكس اكسس او ويا الواي اكسس، ويا الافق او ويا العمود. فاذا اتجاه القوة يعرف من خلال اتجاه السهم اللي انا ارسمه، وايضا الميل. الميل، الميل شنو؟ هو الزاوية، دا شوف هسه هنا هذا جاي نرمز احنا الى الميل، هذا من خلال هذا التمثيل مالت الزاوية اللي كاتبين احنا يما الدايركشن الاتجاه. من خلال الزاوية اللي تصنعها القوة ويا الاكس اكسس او ويا الواي اكسس ماكو مشكلة. بعد عندنا ايضا خط تأثير القوة اللي هو خط ويا امتداد القوة ويا امتداد السهم، هذا يسمونه خط تأثير القوة. بعدين عندنا البوينت اوف ابليكيشن، نقطة تسليط القوة، وين تشتغل هاي القوة على 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 هذا الخط، بيان نقطة على هذا الخط، هاي يسمونها البوينت اوف اكشن او البوينت اوف ابليكيشن اوف فورس. هذا الخط اللي هو على امتداد السهم يسمونه اللاين اوف اكشن، لاين اوف اكشن. فاذا حتى اعرف القوة عندي ماجنيتيود اللي هي القيمة طبعا اللي رافقها دائما الوحدات، وعند الدايركشن الاتجاه اللي هو دائما ارمز يعبر عنه بالسينس، السينس اللي هو اتجاه السهم، والسلوب، السلوب هو الزاوية اللي تصنعها القوة ويا محور الاكس الافق او ويا محور الواي العمود. بعدين عندنا اللوكيشن اوف اني بوينت اون اتس لاين اوف اكشن، يعني شنو؟ موقع اي نقطة على هذا الخط، خط التأثير اللي قلنا هو ويا امتداد السهم.
هاي النقطة تمثل الـ point of action of the force أو الـ point of application. هذا ما يسمى بتمثيل القوة. طبعا تلاحظ هنا طول هذا السهم الأحمر معبر عنه بالماجنتيود القيمة. ليش؟ لأنه أنا إذا أرسم السهم هذا to scale يعني أرسمه بمقياس رسم فطوله راح يمثل لي قيمة القوة. يعني مثلا أنا عندي القوة مقدارها 10 كيلو نيوتن وأريد أمثلها على الورقة. هسه بغض النظر عن الاتجاه مالتها، هاي العشرة كيلو نيوتن أريد أمثلها على الورقة، فأجي أخلي مقياس رسم أقول أنا كل واحد سنتيمتر يساوي لي 5 كيلو نيوتن. بمقياس الرسم مالتي أقول كل واحد سنتيمتر يساوي 5 كيلو نيوتن، وأنا القوة عندي 10 كيلو نيوتن، فإذا لازم أرسم سهم طوله سنتيمترين، طوله سنتيمترين حتى يمثل لي العشرة كيلو نيوتن. إذا يجي واحد يخلي مقياس رسم كل واحد سنتيمتر يساوي لنا 2 كيلو نيوتن، 2 كيلو نيوتن، فأنا لازم أرسم سهم طوله 5 سنتيمتر حتى ينطيني العشرة كيلو نيوتن. فإذا إذا أرسم السهم هذا بمقياس رسم بمعنى أن طول السهم راح يمثل مقدار القوة. مقدار القوة. الآن بتشوف مثلا هنا أعتقد نفس المثال اللي شرحناه بالشابتر 1، هنا تلاحظ هذا التركيب الثلاثي الأبعاد. هذا هسه التركيب الأول، هذا ثلاثي الأبعاد عندي، خلينا نقول حائط، وهذا الحائط أنا رابط عليه بليته بشكل زاوية بشكل حرف L زاوية. هاي البليته مربوطة على الحائط ومتصلة بها ذراع سحب، هو أنا مسميه cable tension يعني cable الشد. فهاي هسه أنا راح أمثلها برسم ببعدين، هاي هسه 3 أبعاد دا تلاحظ طول وعرض وارتفاع. إذا أريد أباوع من هذا الاتجاه وأمثل هاي هذا التركيب كله ب 2 dimension مو 3 dimension 2 dimension من ثلاث الأبعاد إلى بعدين راح يصير بهالشكل هذا. شوف هذا هو الحائط مالتي جاي أباوع له من الجانب، وهاي هي البليتة اللي شفتها هنا، وهاي القوة اللي هي الكيبل المتصل بها. الكيبل هنا أنا عوضت عنه بشنو؟ بقوة P. طبعا القوة لا تشوف تصنع زاوية ثيتا ويامن، هذا قلنا الاتجاه يعبر عنه برأس السهم، والزاوية اللي تصنعها القوة وهي الأكس أو الواي. هنا الزاوية تصنع أو القوة تصنع زاوية ثيتا وهي الأكس أكسس، فأيضا خليت هاي الزاوية الحرف اليوناني هذا ثيتا وهي الأكس أكسس. فإذا هاي زاوية قوة مقدارها P تصنع زاوية ثيتا مسلطة على هاي البليتة المربوطة بالحائط. هنا عندي مثلا شوف قوة ويا الواي، يا واي همه إذا أنا مثلا أعتمد على الإحداثيات الاعتيادية مالتي، أكس الموجب لليمين واي الموجب للأعلى، فهاي الـ 12 نيوتن هي ويا واي الموجب باتجاه واي الموجب، بمعنى هي تصنع 90 درجة ويامن ويا الأكس أكسس، ويا الأكس أكسس ويا محور الأكس. إحنا نعرف أنه الواي عمودي على الأكس والأكس عمودي على الواي، فالتسعين درجة أكو 90 درجة بيناتهم، فهاي القوة تشتغل ويا واي الموجب، فإذا هي تصنع زاوية 90 ويا الأكس. هاي القوة مثلاً 23 نيوتن تصنع زاوية 45 درجة ويا من؟ ويا الأكس أكسس. طبعاً هي إذا نشتغل أيضاً على الإحداثيات هي واقعة بالربع الثاني، هذا واي هذا أكس، فهي واقعة بالربع الثاني. هنا ال 15 نيوتن تصنع زاوية 60 درجة ويا الأكس أكسس ويا الأفق، وهي واقعة بالربع الرابع وهكذا. إذا أنت حتى تمثل القوة خلينا نقول بشكل تخطيطي رسم، تحتاج إلى سهم، رأس السهم يعبر عن الاتجاه،
تحتاج إلى زاوية أيضاً تعبر عن الاتجاه، تحتاج إلى قيمة وحدات 15 نيوتن، 23 نيوتن، 12 نيوتن، في وهكذا. هذا بالنسبة إلى تمثيل القوة. الآن خط تأثير القوة، هذا خط تأثير القوة، أكو قاعدة تقول إذا عندي قوتين بنفس الاتجاه يأثرون على جسم، فذول القوتين راح ينتج عنهم نفس التأثير على هذا الجسم. عندي قوتين، القاعدة تقول إذا أكو قوتين يشتغلون بنفس الاتجاه، اثنينهم لليمين، اثنينهم لليسار، اثنينهم للأعلى، اثنينهم للأسفل، اثنينهم بزاوية 45 درجة ويا الأكس أكسس نفس الاتجاه، هذول القوتين راح ينتج عنهم نفس التأثير على الجسم اللي يشتغلون عليه. هاي القاعدة، ودتني إلى مبدأ آخر اللي هو البرنسيبل اوف ترانسميبيليتي، يعني مبدأ قابلية النقل، برنسيبل اوف ترانسميبيليتي. هذا المبدأ يقول أنا القوة نفسها وين ما أنقلها على خط التأثير مالتها أحصل على نفس النتيجة، يعني أو نفس التأثير تقريبا، بس وين أكون أبقى ضمن الجسم، ضمن الجسم اللي تشتغل عليه، يعني ضمن الجسم اللي تشتغل عليه القوة وين ما أنقلها على خط تأثيرها أحصل على نفس التأثير مالتها. يعني مثلا هسه نشوف هنا هذا الجسم تأثر عليه، القوة بي أو قوتين، دول يشوف بي هنا وبي هنا، هما بالحقيقة شوف بنفس الاتجاه، فراح ينتج عنهم نفس التأثير. إذا أنا لو مثلا عندي قوة واحدة، هاي نفس قوة واحدة، منهم، وأبدي وهاي النقطة الحمراء تمثل نقطة تأثيرها، الـ point of action أو الـ point of application، وين ما أنقل هاي النقطة على خط التأثير هذا مالت القوة ضمن الجسم أحصل على نفس التأثير. هنا نفس الحالة، شوف عندي هذا الجسم الدائري وكو قوة، وعندي هذا خط التأثير. هسه القوة هنا مسلطة بأي، إذا أنقلها الأو تبقى تشتغل وحصل على نفس التأثير. هنا نقلتها وين؟ الأو. إذن هنا عندي قوتين يشتغلون على نفس الـ 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 نفس الاتجاه. فإذا القاعدة من القاعدة اللي تقول إذا أكو قوتين يشتغلون بنفس الاتجاه ينتج عنهم نفس التأثير على الجسم، أقدر أنا أستنتج أنه للقوة الواحدة على خط تأثير هاي القوة وضمن الجسم وين ما أنقل القوة على خط تأثيرها أحصل على نفس التأثير، على نفس التأثير. أو بمعنى آخر أنه تأثير القوة، على الجسم ما يعتمد على نقطة تأثير القوة وين واقع على خط التأثير، اللي هو هنا the external effect of force، التأثير الخارجي للقوة على الجسم، على الريجيد بودي، on a rigid body is independent، لا يعتمد of the point of application، على نقطة تسليط القوة along its line of action، على طول خط تأثيرها، يعني وين ما أنقل نقطة التأثير ضمن الجسم وعلى خط التأثير مالت القوة أحصل على نفس النتيجة أو نفس التأثير اللي تولده القوة على الجسم. الآن خلي أناقش منظومات القوى، system of forces، بالتو دايمنشن، عندي أنواع مختلفة من القوى أو من منظومات القوى. مثلا نقطة رقم واحد اللي هي الكونكرنت كوبلانر، قوة واقعة بنفس المستوي اللي هو مثلا مستوي الاكس والواي، ومتقاطعة في نقطة واحدة. من اقول متقاطعة في نقطة واحدة يعني خط تأثير هاي القوة يتقاطع في نفس النقطة، فإذا the action
lines of all forces, خطوط تأثير كل القوى of the system are in the same plane, بنفس المستوي, and intersect, تتقاطع at a common point, في نفس النقطة. القوة طبعاً إذا أقول القوة أنا فمعناتها جاي أحكي على القوة أو خط تأثيرها نفس المعنى. هاي القوة تشتغل في نفس المستوي وتتقاطع في نقطة واحدة. مثلاً سنشوف هنا بالرسم الأول هذا عندي قوتين، القوة الأولى تصنع زاوية 35 درجة ويا الأكس، والقوة الثانية تصنع زاوية 30 درجة ويا الواي اللي هي 150 نيوتن ب 200 نيوتن. واحد يقول بهذا الرسم احنا دائما الاكس عندنا افقي والواي عمودي، شو هنا مقلوبات؟ وماكو مشكله، انت ماكو مشكله تخلي الاكس والواي بهاي الـ 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 الوضعيه، بشرط تكون بيناتهم زاويه 90 درجه، بين الاكس والواي يكون اكو 90 درجه. دائما المحاور المتعامده انت ممكن تعطيها تسميه اكس واي. هسه هنا شوف هنا X داش Y داش أكو بيناتهم 90 درجة، هنا شوية فريناهم حتى نخلي الـ X يوازي السطح. بعدين تطور الدراسة مالتنا راح نعرف هاي شنو فائدتها، بعدين شنو فائدتها. خليت الـ X شبي أنا موازي للسطح، شوف هسه الـ X نفسه موازي للسطح، فراح يصنع زاوية 20 درجة ويا من؟ ويا X الأصلي اللي هو الأفق. فاذا هنا يعني لا انت لا ترتبك او لا يصير عندك يعني لبس بالموضوع، انت دائما المحاور ممكن تفرها بحيث تبقى بيناتها شنو 90 درجه. هنا ايضا عندي شوف ثلاث قوى، وحده تشتغل ويا الاكس باوع ويا الاكس قيمتها 900 نيوتن، وحده تشتغل بالربع الاول قيمتها 750 نيوتن تصنع زاوية 45 درجة ويا الأكس، وحدة تشتغل بالربع الثاني قيمتها 650 نيوتن. وشوف هنا أنا ما مطيني الزاوية، هنا ما مطيني الزاوية، مطيني مثلث، هذا احنا نسميه مثلث الميل. مثلث الميل يعني مطيني المثلث 3 ارتفاع 4 قاعدة الوتر مالته 5. هذا هسه المثلث إذا أشتغل على الزاوية اللي بين القوة وبين الأربعة، هاي بين الضلع والأربعة، هاي الزاوية هي نفسها اللي بين القوة وبين الأكس أكسس، شو نسميها بالتناظر بالتبادل، الزاوية اللي بين القوة وبين الأربعة، هي يعني بين الوتر وبين الأربعة، هي نفس الزاوية اللي بين الخط تأثير القوة وبين الأكس أكسس. والزاوية اللي بين الوتر وبين الثلاثة هي نفس الزاوية اللي بين القوة وبين الواي بالتبادل. بالتبادل هاي التبادل والتناظر انتم ماخذينه، يمكن يعني حتى بالابتدائية ماخذينه. فإذا عندي هاي ثلاث قوى شوف بنفس المستوي يتقاطعون بنقطة واحدة. هنا نفس الحالة، عندي قوة واقعة بالربع الثاني بزاوية 45 درجة ويا الأفق، وحدة واقعة بالربع الثالث بالثاني الأولى واقعة بالربع الأول بزاوية 45 درجة ويا الأفق، الثانية واقعة بالربع الثاني بزاوية 60 درجة ويا العمود. يعني هسه هاي القوة الأولى أم 45 تصنع زاوية 45 درجة ويا الأفق، إيش قد تصنع ويا العمود؟ 90 ناقص 45 فيطلع 45. زاوية هاي القوة 800 تصنع زاوية 60 ويا العمود، إيش قد تصنع ويا الأفق؟ 90 ناقص 60 يطلع الزاوية بينها وبين الأكس 30. شوف هاي القوة الواقعة بالربع الثالث تصنع 75 درجة ويا العمود ويا الواي، ايش قد تصنع ويا الاكس؟ 90 ناقص 75 يطلع 15 درجه. وهكذا بعدين احنا طبعا لازم واحد يمرن ايده على مساله الزوايا، لانه تحتاج هواي انت في حسابات المحصله، هواي تحتاج انه تكون عندك امكانيه في التعامل ويا الزوايا. هاي الامكانيه تجي من خلال التمرين،
تمرن نفسك على موضوع الزوايا. هاي بالنسبة للقوة المتقاطعة في نقطة واحدة وتشتغل في نفس المستوي. عندنا parallel coplanar، قوة متوازية وتقع في نفس المستوي، فهنا أنا خط تأثير هاي القوة راح يقع في نفس المستوي وبنفس الوقت يكون متوازي. يعني مثلا نشوف هنا ال 500 نيوتن هاي تشتغل للأسفل والواحد كيلو نيوتن للأسفل، 500 نيوتن للأسفل، 2 كيلو نيوتن للأسفل، 500 نيوتن للأسفل، كلهم للأسفل، كلهم في نفس المستوي، وبنفس الوقت تلاحظ القوة هاي متوازية، متوازية كلها تشتغل للأسفل وهي الواي أكسس متوازية. طبعا ماكو مشكلة وقتها تشتغل للأعلى، هم تبقى القوة شبيهة متوازية بس وتشتغل في نفس المستوي. عندنا ايضا نون كونكرنت نون بارالل كوبلانر، قوة لا هي كلها متقاطعة في نقطة واحدة ولا كلها متوازية. فهنا الاكشن لاينز اوف اول فورسز اوف ذا سيستم ار ان ذا سيم بلين، نفس المستوي، but they are not all parallel، لكن مو كلها متوازية، and they do not intersect at the common point، ولا كلها متقاطعة في نقطة واحدة. مثلا نجي هنا هسه هذا الرسم اللي قدامنا، هذا شوف مثلا هسه هاي القوة WH FA WM FB WT، هسه هاي كلها قوة متوازية، بس من تجي هنا بالال FC وال FD ما توازي هاي القوة بالبداية، إذا مو كل القوة تشتغل هنا متوازية. إذا نحكي بالعكس، ال FD وال FC تتقاطع بهاي النقطة، بس ذول القوة ما يتقاطعون في نقطة واحدة. إذا هسه هاي المنظومة مالت القوة اللي تشتغل على هذا الجسم لا كلها متقاطعة ولا كلها متوازية. نفس الحالة هنا، هاي المنظومة هسه هاي القوة توازي هاي القوة، هاي القوة توازي هاي القوة، بس ذول الاثنين هم ما يوازون ذولي وما يتقاطعون بنقطة واحدة، فأيضا لا هم متقاطعين ولا هم متوازين، بس كلهم يشتغلون في نفس المستوي. الكومبوزيشن اند ريزوليوشن اوف فورسز، شنو معنات الريزوليوشن اوف فورسز؟ الريزوليوشن اوف فورسز انت مرات القوه نفسها لا هي واقعه على الاكس ولا هي واقعه على الواي. يعني مثلا اذا نرجع لهاي الامثله مالتنا هنا شويه اوضح، مثلا نجي هسه لهاي القوه، هاي القوه واقعه على الاكس اكسس، اذا هي تشتغل ويا الاكس، بس من اجل هاي القوه الاف 2، القوه هاي الاف 2، هاي القوه اللي قيمتها 750 لا هي على الاكس ولا هي على الواي، هي تصنع زاويه 45 درجه ويا الاكس و45 درجه ويا الواي. فاذا اذا اريد ان اشتغل على هاي القوه لازم اشتغل على مركباتها، يعني مركباتها اللي تشتغل على الاكس ومركباتها اللي تشتغل على الواي، يسمونها الكومبوننت اوف فورسز، كومبوننت اوف فورسز. مركبتها اللي تشتغل على الاكس يسمونها الاكس كومبوننت، ومركبتها اللي تشتغل على الواي يسمونها الواي كومبوننت. فاذا القوه مرات ما تشتغل لا هي ويا الاكس ولا هي ويا الواي، هاي لازم حتى اتعامل وياها لازم ارجع احللها الى مركباتها اللي هي نسميها الفورس كومبوننت. المركبه اللي تشتغل ويا الاكس راح اسميها الاكس كومبوننت، والمركبه اللي تشتغل ويا الواي راح اسميها الواي كومبوننت. مثلا هسه هنا المركبه اللي تشتغل ويا الاكس راح تكون بالنسبه للاف 750 نيوتن الاف 2 راح تكون ويا اكس الموجب هالاتجاه، والمركبه اللي تشتغل ويا الواي ايضا راح تكون ويا واي الموجب للاعلى. نجي مثلا لهاي القوه اللي هي الاف 3 باور، وين متجهه هاي؟ هاي متجهه للاسفل، يعني اقدر ارسمها بالربع الرابع هنا، بالربع الرابع. فمركبتها اللي تشتغل ويا الاكس راح تروح ويا اكس الموجب، مركبتها اللي تشتغل ويا الواي راح تروح ويا واي السالب، وهكذا. فاذا هذا معناته الريزوليوشن اوف فورسز، انه انا
إذا عندي قوة لا تقع على الإكس ولا تقع على الواي، راح أحللها إلى مركبات، إلى مركبتين، two component، اللي هي الإكس component مركبة القوة اللي تشتغل على الإكس، والواي component مركبة القوة اللي تشتغل على الواي، وهكذا. هذا بالنسبة لي الـ resolution of forces. The process of replacing a force by its component. إذن هي العملية استبدال أو تحليل القوة إلى مركباتها. A component of a force, مركبة القوة, is any one of two or more forces having the given force as a resultant. يعني شنو؟ مركبة القوة هي وحدة من مركبات القوة اللي راح تكون القوة الأصلية محصلتهم. هسه احنا هذا التعبير مال المحصلة بعدنا ما حكينا عنه، بس خلينا نأجله. إذا احنا نريد نفهمه من الـ resolution of forces. So the term component is used mean either one of two coplanar concurrent force or any of the three non-coplanar concurrent forces having the given force as a resultant. احنا راح نحلل القوة اللي قلنا هاي ما تشتغل لا على الاكس ولا على الواي الى مركبتين، الى مركبتين، واحدة على الاكس وواحدة على الواي. وتلاحظ ايضا، تلاحظ انه من نحلل هاي القوة مثلا او هاي المركبات اثنين هن ذني، ام الاكس وام الواي، والقوة الاصلية راح يتقاطعون بنفس النقطة. المركبات اثنين هن، هسه انا مو قلت هاي الاف2 راح احللها الى واحدة ويا الاكس مركبة ووحدة ويا الواي، هذن المركبتين والقوة الأصلية راح يتقاطعون وين؟ بنفس النقطة. وراح نعرف بعدين أنه القوة الأصلية تمثل المحصلة مال ذن الاثنين الأكس والواي، المحصلة مال مركباتها. أنا مو أحلل القوة أو أستبدلها بمركباتها، فإذا أرجع بالعكس راح أشوف أنه القوة الأصلية تمثل محصلة مركباتها، محصلة مركبات. بعدين عندي الـ composition of forces. The process of replacing force system by its resultant. اللي هي العملية، عملية استبدال مجموعة من القوى بقوة واحدة، أسميها المحصلة. الـ composition of forces. لا تقول لي هذا.